كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل جماهير النادي الاهلي يا رب طيبه وبخير. كل سنه وطيب علي معلول. ان شاء الله عام جديد يا كابتن اسلام يكون عام مليء بالانتصارات، مليء بالبطولات لفريق النادي الاهلي، ويعني ان شاء الله تبقى معاه عوده النادي الاهلي لمنصه التتويج الافريقيه والعوده لكاس العالم للانديه. طيب نتمنى لك، نتمنى يا رب طبعا ان احنا نروح لكاس العالم للانديه مره اخرى، ويا رب ان شاء الله يكون انت عايز تقول حاجه اتفضل. هو طبعا ديلي زي ما حضراتكم هتبقوا عارفين ديلي، هنستنى شويه. لما كواليس فريق النادي الاهلي في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي من اجل مواجهه فريق مصر المقاصه في الاسبوع الحادي عشر للدوري العام موسم 2019 و2020. يعني كان في بعض التعليمات من مستر ريني فايلر على مدار الايام اللي فاتت من اجل الاستغلال المزيد من الثقه اللي عند لاعبي النادي الاهلي والدفعه القويه اللي خدها فريق النادي الاهلي خاصة في مشواره الافريقي واعتلائه لقمة الدوري المصري. ركز من خلالها ايضا في التمرينات الاخيرة على استغلال الكرات الثابتة والكرات العرضية ان شاء الله نتمنى نشوفها في كمان خلال هذا اللقاء. النهاردة فريق النادي الاهلي كابتن اسلام في مقر اقامة فريق النادي الاهلي، زي ما قلنا الروح المعنوية العالية ما بين لاعبي النادي الاهلي، ارتفاع الروح المعنوية، حالة التركيز والجدية اللي عليها لاعبي النادي الاهلي من اجل مواصلة مشوارهم في درع الدوري واحراز بطولة رقم 42. مستر ريني فايلر كان اعلن قائمه الاهلي لهذا اللقاء، زي ما حضرتك عارف كلنا عارفين ضمت كل من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، احمد فتحي ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول، اليو ديانج والسوليه وحسام عاشور، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ وجيرالدو داكوستا، ومروان محسن ووليد ازارو، وعوده صلاح محسن اللي يعني ليه بعض التعليمات خاصة اختصها مستر ريني فايلر في الفترة الأخيرة مع صلاح محسن، اللي نتمنى إن شاء الله هنشوفه في الفترة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله، خاصة في ظل الغيابات اللي بيعاني منها كابتن إسلام النادي الأهلي، غياب جونيور جاييه وحسين الشحات للإصابة، وأيضا غياب سعد سمير ورمضان صبحي. على الجانب الآخر كابتن إسلام عايز أقول لك كواليس الأخبار أيضا في الجانب الآخر في معسكر فريق مصر المقاصة، كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة كان عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين في الفترة الأخيرة من أجل حث اللاعبين على أهمية لقاء النادي الأهلي، ويعني استغلال الفترة الأخيرة يعني مرحلة سوء النتائج، عايز ياخد دفعة في مواجهة فريق النادي الأهلي، خاصة إن فريق مصر المقاصة بيعاني يعني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة والتعادل الأخير أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق. عقد جلسات مع اللاعبين خاصة اللاعبين الكبار في فريق مصر المقاصة، وأدى مرانه الأخير على ملعب الدفاع الجوي وأعلن قائمته لهذا اللقاء. خلال دقائق كابتن اسلام يكون مع حضرتك تشكيل الفريقين لهذا اللقاء، طاقم تحكيم زي ما حضرتك عارف كابتن اسلام لهذا اللقاء بقياده امين عمر ومحمود ابو الرجال وهاشم الدسوقي والحكم الرابع محمود الدسوقي. معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار اي تساؤل موجود مع حضرتك. لا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، وان شاء الله هننتظر